5 عدد بيض، كوبايه وربع من السكر، 2 باكو من الفانيليا، نص باكو اسف من البيكنج باودر، وبعد كده كوبايه من عصير البرتقال، و2 كوبايه ونص من الدقيق بس. بعد كده بقى ايه المربى بقى والشربات وبتاع وايه والشغل اللي عليه ده هنعمله في الاخر. اول حاجه بنقوم واخدين عندنا البيض، راكب عندنا الحله هنكسر فيها 5 عدد بيض، ادي 1 ادي 2 3 ادي 5 كله تمام. فانيليا، وبعد كده بقوم حاطط عندي السكر، هاخد الاتنين دول مع بعض او التلات حاجات دول مع بعض، الفانيليا والبيض والسكر، دول في العجان ونشغل على السرعه الاخيره. هنا بجيب عندي الصينيه مقاس 28 من كيتش نوفا العاليه ديت، وهنبدا نشتغل فيها الرواني بتاعتنا. البيض والسكر بقوا تمام، 4-5 عدد بيض، وبعد كده عندنا 1 باكو من الفانيليا، كوبايه وربع من السكر. لازم ايه الخليط ده يعلى الاول مع بعض كويس جدا، وبعد كده نبدا نشتغل الحاجه. بص بقى الخليط بقى عامل ازاي، البيض مع السكر، خلاص كده بقوم شايل ديت. هاجي لك هنا بقى ايه شويه عشان اوريها لك. قوم نازل عليها بالدقيق والبيكنج باودر قدام حضراتكم يا حمدي. بص بقى الفرق بقى، بص كده انخل وستوب. وبعد كده نقوم عاملين ايه بقى؟ واخدين شويه من عصير البرتقال، لازم تعمل التكه دي، ما تحطش كله على بعض والدقيق وخلاص، لا حط شويه دقيق، وبعد كده نص كوبايه من عصير البرتقال. اشتغلي بس بخطوات الخفق ديت وهتدعي لي ان شاء الله. نقوم قلبين كده وستوب، وبعد كده نقوم رايحين تاني واخدين عندنا الدقيق والبيكنج باودر كده اهوت. خلص الكميه خلاص. كلام جميل. وبعد كده اقوم حاطط ايه نص كوب تاني من عصير البرتقال. انا عايزك تتفرج على القوام الكيكه دي هتبقى عامله ازاي. واقلب والله. عايزه تحط لها جوز هند براحتك، عايزه تحط لها 50 جرام جوز هند عليها براحتك، انا ما بحطلهاش جوز هند. عايزه تحطيها، انا جوز الهند بحطها على الديكور من فوق، تمام؟ لو عايزه تحطي مثلا ربع كوبايه عليها مفيش مشكله. حلو الكلام. بص بقى، بص بقى القوام نفسه بتاع الايه الكيكه عامله ازاي. اقلب، وبعد كده حمدي نقوم واخدين يا باشا الكيكه ديت ونقوم حاطينها هنا ونشغل على درجه حراره 170 لحد ما تبدا تستوي معايا. تعالوا ناخد عندنا الرواني ونقوم حاطينها هنا كده، نقوم قافلين عليها. طبعا اكيد طبعا عاملين شويه كده قبل الهوا دي الكيكه اللي احنا عملناها. بص بقى ما شاء الله حلاوه دي. نقوم واخدينها كده وقلبينها الناحيه التانيه كده ما شاء الله يعني. ماشي. وبعد كده نقوم واخدينها كده وهي يعني شغاله كده يا حمدي، اقوم شويه شربات اللي عندنا دول اسقي بيها الكيكة كده. توزع الشربات، هتتشرب
تشرب يا باشا على طول. تمام التمام ده هو، بس عشان الشربات بارد والكيكه بارده، لكن لو الكيك شربات ده دافي. بص بص خلاص اهي الكيكه اصلا ما شاء الله القوام بتاعها اصلا المسام بتاعها مفتوحه جدا، فبالتالي هنعمل حاجه تبقى حاجه عظمه يعني. قبل ما هطلع فاصل حمدي اقوم اعمل ايه بقى؟ اقوم جايب عندي مربى مشمش كده، نقوم حاطين مربى المشمش هنا ونوزع مربى المشمش هنا على الكيكه ديت. بعد كده جوز هند على الحروف، سهله وسريعه وجميله ومن احلى الكيكات بصراحه اللي انت ممكن تعمليها يعني. الكيك تروان بحبها جدا، مفيش حد ما بيحبهاش بصراحه، لكن اكتر كيكه بتعمل تفاعل على السوشيال ميديا كلها هي كيكه الروان يعني. كيكه الروان من الكيكات الجميله بجد يعني.